كيفية الانتصار. انتصر إبراهيم الخليل عليه السلام بأن جند جيشا من المؤمنين به وقاتل في الشام، وانتصر موسى بن عمران عليه السلام بأن قضى على أسطورة السحر الذي لا يقهر، والجيش الذي لا يهزم، والملك الذي لا تطاله قوة حتى يقول أنا ربكم الأعلى. وانتصر عيسى بن مريم عليه السلام بالعلم المتفوق فقال أنا أبرئ الأكمه والأبرص والمصابين بالأمراض المستعصية لا بالدواء، وإنما بمسحة يدي، وأحيي الأموات، وأخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فهزم فراعنة العلم بسلاحهم. وانتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقرآن يعلو ولا يعلى عليه، فلم تنزل سورة فاتحة الكتاب حتى عمد أساطين البلاغة إلى نزع المعلقات السبع من جدران الكعبة ليلا حتى لا يعابوا بها، وبسيف لم يشارك في الاعتداء وإنما قضى على الاعتداء، فلم يضرب به أحدا إلا دخل النار وعابه الناس. وهكذا انتصر داود بشكل، وانتصر سليمان بشكل، وانتصر يوسف بشكل، وغيرهم من سائر رسل الله وأنبيائه الكرام. هذا فيما نعرف من رسل الله وأوضاع مجتمعاتهم والوسائل التي انتصروا بها، وهكذا فيمن لم نعرف منهم، ولكن مجمل ما نعرفه عنهم أنهم انتصروا جميعا، وانتصارهم يكفي للدلالة على أنهم كانوا أقوى من مجتمعاتهم، وأنهم جميعا فاجأوا مجتمعاتهم بأساليب ووسائل لم تكن في الحسبان، وسواء أسميناها معجزات أو أسميناها كفاءات فجوهر القضية واحد، وهو أنهم تفوقوا على كل القدرات الحاكمة في عهودهم. فلتتقدم المجتمعات ولتتطور ولتحشد ما استطاعت تحشيده من طاقات وأساليب، فإن الله يزود رسله وأوصياءهم بما هو أقوى وأعلى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء راحة المتعبين قرة